هذه تغطية من على طريق حسين عليه السلام مع الزائرين الكرام، فكونوا معنا. قرب يوم الوعد أبو البصرة استعد، قرب يوم الوعد. حياكم الله مشاهدينا الكرام، نلتقي مع الشاب الزائر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، حياك الله خال ألف هلبي. رايح للحسين إن شاء الله، ندعي لكم. هاي أول سنة؟ لا لا، هاي سابع سنة. ما شاء الله، يعني شنو الطفل؟ وأنا صغير كنت أمشي. شنو شعورك؟ والله شعور راحة نفسية. اي بالله. ما تقدر تقعد بالبيت؟ لا ما اقدر. لازم تجي. لازم اجي. وانا صغير يعني كنت الطفل اجي، من كانوا يشيلوننا على فوق المتون اجي للزياره. ابائك علموك على الزياره؟ اي نعم، مواكب وخدمه ومشايه، ونسال الحسين يوفقنا على هذا الطريق. حبيبي الاخ محمد حسن غفوري بالتواصل الاجتماعي وجه لك سؤال. أي. يقول لك الان راح تروح زياره الحسين عليه السلام. ان شاء الله. السنه الجايه لو يعطوك اموال لا تجي الزيارة هاي. والله من يطولنا ملك العراق هم نجي. ملك العراق. ملك العراق والعالم كله هم نجي. ما تنقطع عن الزيارة. ما انقطع. إلا بس شغلة واحدة تقطع عنها هي الموت. بس الموت يقطعنا عن الزيارة. والله خجلت. قسما بالله خجلتني ورحبت شي يمكن. بس الموت يقطعنا عن الزيارة. العراقيين خبلتونا والله خبلتوا العالم العراقي. محبي الحسين، محبي الحسين خبلتوا العالم. نعمة من الحسين. نعمة من أبا عبد الله، حب الحسين النعمة. الله يسلمك، الله يحفظك، الله يرحمك حبيبي. حياكم الله مشاهدينا الكرام، من رحمة الله تعالى أن تتنوع جنسيات محبي الإمام الحسين عليه السلام، ويستأهل الحسين أكثر من هذا، من كل الجنسيات ومن كل الأصناف ومن كل بقاع العالم تأتي أو يأتي محبو الحسين لزيارة مولانا الحسين، ولا سيما في هذه الزيارة الأربعينية المباركة. الحاجة جاءت من لبنان رغم الصعوبات ورغم الوضع الاقتصادي الصعب في لبنان، ولكنها آلت على نفسها إلا أن تزور سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين، لنسمع ونقرأ شعورها من خلال كلام هذه الحاجة المباركة. سلام عليكم. عليكم السلام، عظم الله أجركم بمصاب أبو عبد الله الحسين. أنا من لبنان، يعني مع شكوري لكم، احترامي لكم، عراقية كفون كتير كفؤون بالنسبة للبنانية، ونحن جايين من لبنان متعذبين وجايين بالوضع اللي نحن بلبنان عنا صعوب كتير، ونحن اللي عم يشجعنا الله يخلي لنا اياه ويطول عمره هو السيد حسن نصر الله يخليه يا رب. وشو ما نقدر نكافيكم بالوضع اللي نحن فيه بالنسبه للنجي لهون. نحن قطعنا الطريق وجينا لحتى نواسي السيده فاطمه الزهراء والسيده زينب، ان شاء الله بيكون. عاد شنو شعورك الان؟ وانت شاركين اخوانك العراقيين اخواتك العراقيين. شعور ما ينوصف، ما ينوصف الشعور. انا حجيه اللي سبع سنوات اجي لعند الامام الحسين، كل سنه اجي لانه صار عندنا خط هيدا نقدر نحن اللبنانيين نتوسل فيه، ونحن متوصلين بالامام الحسين بابو فضل العباس والامام علي. والسلام عليكم ورحمه الله. قبل تختمين حجيه، اخونا محمد حسن غفوري بالتواصل الاجتماعي وجه لك السؤال هذا، يقول لك انت صار لك سبع سنوات جايه للزياره، السنه الجايه لا تجين ونعطيك مصاري هواي. لا حجية، مصاري ما تعمل شيء، نحن عنا نشوف الإمام الحسين يوصل ملايين المصاري، مصاري لشو؟ تروح وتجي المصاري، بس نحن زيارة الإمام الحسين ما نقدر كل ساعة نجي نزوره، وإن شاء الله كل سنة نقدر نجي، وإن شاء الله كل سنة بدي أجي أنا، لو حتى شو من كان، أنا الحجية مركبة مفصلين، عندي مفاصل اثنين، وجاي مشاية والحمد لله ببركة أبو عبد الله الحسين. حياكم الله. شكراً. تواصلون بالسلامة. الله يسلمك. حياكم الله مشاهدينا الكرام، مرة أخرى نلتقي بزائر من زوار أبي عبد الله الحسين في هذا الطريق، طريق يا حسين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. الله يحييك، الله يخليك، رحم الله والديك، الله يحفظك. صف لي شعورك الآن، ما هو شعورك وأنت تسير على طريق يا حسين عليه السلام ذاهباً إلى المولى أبي عبد الله؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بالبدء نعزي مولانا صاحب العصر والزمان والمراجع العظام وشيعة
علي بن أبي طالب عليه السلام ومحبي الحسين وخدام الحسين عليه السلام. الشعور لا يوصف، احنا الآن في طريق الجنة، في طريق الأحرار، في طريق الإباء، في طريق مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يتعلم الناس الأمة العربية والأمة الإسلامية والإنسانية أجمع، تعلمهم الوفاء والحرية والإباء والتضحية في سبيل الدين، في سبيل الإسلام، في سبيل معرفة أهل البيت، معرفة المعصومين، معرفة الإمام الحسين عليه السلام الحقيقية. الحمد لله رب العالمين الذي رزقنا هذه النعمة، وهي نعمة الولاية، ولاية أمير المؤمنين علي بن طالب عليه السلام، وهذه الخدمة والسير في طريق الأحرار وفي طريق الإمام الحسين هي بحد ذاتها الجنة، ولا توصف هذه الجنة بشيء. أحسن، أريد أسألك سؤال، ليش جايب الأطفال وياك؟ جبت أطفالي وياي، سؤال جيد جدا. هاي الخدمة وهذه المشي ورثته من أجدادي، من آبائي إلي أنا، وراح أورثه لأولادي، أولادي يرثون أولادهم. ومو بس هذا الوراثة، الوراثة جايين راوي العالم، راوي الإسلام، راوي الإنساني أجمع أنه إحنا جايين نمشي بالطريق الصحيح، هو طريق الجنة، طريق الحسين عليه السلام. الله يحسنك. سؤال من التواصل الاجتماعي صادق حسيني، يقول لك شنو شعورك الآن وأنت تمشي إلى أبي عبد الله الحسين؟ الشعور الآن لا يوصف. لأن لماذا لا يوصف؟ بهالجنة هاي، بهالمشي هذا، بهالمسير هذا، بالخدم، بالناس هاي تشوفها، لا يوصف هذا الشعور. لأن الحمد لله رب العالمين، الإمام الحسين مدرسة، الإمام الحسين علم، الإمام الحسين معرفة. الحمد لله والشكر. الله يخليك، الله يحفظك. شكرا جزيلا، حياكم الله مشاهدينا الكرام. نلتقي مع هذا الزائر. السلام عليكم. حياك الله قلبي. أنا وسهلا، متجه للحسين أكيد إن شاء الله على مسيرة الحسين، روحك فيها شغف لأن تلتقي مع الحسين عليه السلام. إن شاء الله نتشرف بلقاء الحسين وبزيارة الحسين ومحبة الحسين. كل سنة تجي للحسين؟ إن شاء الله، وإحنا من أحد خدام الحسين، يعني هاي ملكناها يعني من طفولتنا لهذا يومك، الحمد لله يزيد بينا. تعلموك أبائك على خدمة الحسين وعلى زيارة الحسين وعدم الانقطاع، وأنت جاي تعلم أولادك. بالضبط. وهاي بنيتك جاي تعلمها. إن شاء الله، ويانا هي وأخوها ما طلع قدامي، ألف الحمد لله والشكر. ونسأل الله إن شاء الله محبة الحسين لكل مسلم، مو كل شيعي إن شاء الله. أنت مو بس تعلم أولادك على الزيارة ومحبة الحسين، أيضا تعلمهم على الحجاب الزينبي، يعني أشوف بنتك يعني إن شاء الله حجاب زينبي والله خليها لك. الحمد لله والشكر، إحنا ببركة الحسين كل طفل يصير عندي إذا بنية، الله الشاهد عمرها 9 سنوات نحجبها بالحسين ونرجعها للبيت، هاي المسيرة اللي مشينا بيها ما شاء الله. الله يحفظك قلبي. اسم الكريم؟ أنا علي رحيم. أستاذ علي، عندنا سؤال موجه إليك من أحد الأخوات عبر التواصل الاجتماعي، اسمها زهراء حيدر، تقول لك هل تشعر بأنك وفقت لأداء هذه الزيارة، زيارة الحسين عليه السلام؟ أكو توفيق؟ تشعر أكو توفيق؟ والله الحمد لله والشكر، أنا هواي عندي توفيقات من الحسين، خصوصاً بالأربعينية طلبت هواي شغلات وصارت، والحمد لله والشكر لمستها بيدي بمحبة الحسين، ألف الحمد لله والشكر. نسأل الله إن شاء الله التوفيق لكل مسلم إن شاء الله. يعطيك العافية. توصل بالسلامة إن شاء الله. الله يحفظك. لا تنسانا من الدعاء. إن شاء الله حبيبي، رحم الله ديك قلبي، يعطيك العافية قلبي. أحبتي المشاهدين، خدمة الحسين عليه السلام توارثها العراقيون وشيعة آل البيت عليهم السلام من كابر إلى صاغر. هذا الشاب وهذا اليافع أتى إلى الحسين عليه السلام سيرا على الأقدام. السلام عليكم. عليكم السلام. حبيبي شنو شعورك وانت تأتي الى زيارة الحسين؟ والله شعور كلش جميل، حلو يعني، مشي وهاي من البصرة وناس وتوزيعات وخدمات كلش جميلة. احد الاخوة في التواصل الاجتماعي صادق حسيني يقول لك صف لي شعورك انت الان على طريق يا حسين، شنو شعورك اللي تشعر به؟ والله شعور حلو ومريح وجميل، يعني رايح إلى طريق الجنة، جاي أمشي بطريق الجنة ورايح إلى سيد الشهداء أبا عبد الله الحسين. حلو هذا الشعور يعني جميل. أطلب منك لا تنسى أمامك المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بالدعاء له بالفرج. إن شاء الله إن شاء الله الله يفرجها إن شاء الله علينا بالصحة والسلامة والخير. توصل بالسلامة حبيبي، حياكم الله. هجران علي من محافظة ديالة. حياكم الله حجي هجران. حياك رحم الله والديك، معز صاحب العصر والزمان بمصاب سيد الشهداء أبا الأحرار.
سيد الشهداء والأحرار في طريق العشق الحسيني. صف لي شعورك وانت الان تسير على طريق يا حسين. شعور ما تنوصف ما تنوصف. شو نقدم من وافي الحسين؟ روحنا نخدم الحسين، روحنا خليل. سؤال حجي من احد الاخوه في التواصل الاجتماعي محمد حسن غفوري، الاخ محمد حسن غفوري يوجه لك سؤال، يقول لك انت الان ما يخالف راح تروح الحسين عليه السلام هاي السنه، ان شاء الله راح تزور ان شاء الله ترجع سالم غانم. الله يسلمك رحم الله. بس لو انطيناك اموال ونقول لك ان شاء الله تنطينا ملك الدنيا، السنه الجايه لا تجي ملك الدنيا، فقط سنه واحده والله ملك الدنيا. يشهد الله هاي ارجفس ملك الدنيا. ما زياره الحسين تعادل ملك الدنيا؟ ملك الدنيا لو تنطينا املاك الدنيا كلها. عسى جاي ارجف من سؤالك. الله شاهد رحم الله والديك. اللهم ان شاء الله جعل الحسين شفيعك يوم القيامه. امين امين اجمعين رحم الله والديكم. بس اطلب منك طلب يا حج، ان شاء الله لا تنسى امامنا المهدي الحجه عجل الله تعالى فرجه الشريف من الدعاء بتعجيل الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافيه ان شاء الله. حياك الله حبيبي ان شاء الله رحم الله والديك. مشاهدينا الكرام مره اخرى نلتقي بزائر من زوار ابي عبد الله الحسين وهو يسير على طريق يا حسين، استخدمناه الى ها هنا لنرى مشاعره. سلام عليكم. السلام عليكم. لا هذا خلي انت تعبان انا تعبان. حجي اوصف لي شعورك وانت تمشي للحسين عليه السلام. احنا اجينا مشايه من اسمه اليوم علي عليه السلام، واحنا نمشي كل سنه حتى لو نمشي على رجلينا في سبيل خدمه الحسين. ويانا على المشاية هذه بالنسبة للمواكب يعني ما قصروا عن اسمه ما قصروا كلها المواكب يعني بخدمة الحسين. حجي الأعداد هواي وزوار كثيرين زين، هاي تحتاج لها خدمات يعني شلون ما يقصرون يعني خدمات موجودة ومبدودة على كل من اسمه من البصرة إلى باب الحسين كلها مواكب هذه وكلها خدمة اسمها خدمة الحسين. حجي اريدك توصل لي رساله للامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، شو تقول له؟ ها؟ شو تقول له للمهدي؟ المهدي احنا من زمان احنا من زمان احنا على مود المهدي وعلى الشاعر مالته، احنا واحنا خدام للمهدي واحنا نختار على ظهوره ان شاء الله، نختار ظهور الامام المهدي ان شاء الله. ما يعني راح تدعي للامام المهدي اللهم عجل فرجه الشريف. اللهم عجل في فرجه ومخرج ان شاء الله بجاه الحسين ابو عبد الله، واحنا نريد يكون الحسين الشفع لنا دنيا واخره. توصل بالسلامه ان شاء الله. توصل بالسلامه لا تنسى من الدعاء. لا ساكن بالدعاء في امان الله وجزاكم الف خير. حياكم الله. اذا احبتي المشاهدين الكرام كنا واياكم حيث نقلنا هذه المشاعر الجياشة من بعض زائري الحسين عليه السلام من على طريق يا حسين وهم يتجهون زحفا نحو قبة سيد الشهداء أبا الأحرار أو أبي الأحرار الحسين عليه السلام. بهذه المشاعر نختم تغطيتنا لهذا اليوم من قناتكم قناة المهدي الفضائية، حتى نلتقيكم بتغطيات أخرى إلى ذلك الحين نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.